لقاء الليلة هيتم بطريقة مختلفة عن النمط العادي. حوار مع المحاضر ثم حوار مع القاعة. موضوع القضية الفلسطينية بيشغل كل بال. والقضية الفلسطينية هي قضية الأمة العربية رقم واحد، أو كما يقال عنها هي القضية المركزية. وقضية فلسطين هل هي قضية شعب أم هي قضية أمة؟ هل هي قضية ماضي تاريخ أم قضية حاضر ومستقبل؟ هل هي قضية قانون أمام مجلس الأمن والأمم المتحدة أم قضية قوة واقتصاد؟ مرت القضية الفلسطينية بمراحل عديدة جدا بترجع للقرن 19، مش بدايتها سنة 48 ولا النكبة، إنما كان في خط متصل عبر أحداث طويلة ومن خلال الدولة العثمانية. وبصرف النظر عن الدولة العثمانية وما جرى فيها، البعض يتصورها أنها كانت جزء من التاريخ المظلم في الأمة العربية، والبعض بينظر لها على أنها كانت جامعة يطلق عليها الأمة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية. أيا كان التوصيف، مرت بها عهود اضمحلت فيها القوة وهبطت، ومرت فيها عهود كانت عنوان للقوة والعنفوان. مرت بها عهود كان فيها نوع من الاستسلام لمقادير مختلفة، ومرت عهود كان فيها نوع من القوة والمواجهة. أبرزها السلطان عبد الحميد حين وقف بشدة أمام محاولة الصهيونية العالمية إقامة دولة في فلسطين. عام 1897 المؤتمر الشهير الذي عقد في سويسرا، مؤتمر بازل، والذي انتهى إلى مؤتمر دعا إليه تيودور هيرتزل لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وعقد هذا المؤتمر وسئل تيودور هيرتزل: لماذا قلت وطن قومي ولم تكن دولة؟ قال: قلت وطنا ولكن اليهود لابد ان يقرونها لانها دوله. وتمت الاتصالات بحول شراء فلسطين من الدوله العثمانيه، وتعددت الوسائل، وكان في صداقه في تجمع السلطان عبد الحميد بامبراطور المانيا، وحاولوا يوسطوه لشراء فلسطين. هناك قول شهير للسلطان عبد الحميد انصح الدكتور هيرتزل الا يبذل مساعي جديده في هذا الموضوع، فاني لا استطيع ان اتخلى عن شبر واحد من هذه الارض، انها ليست ملك يميني ولكنها ملك شعبي، ولقد روى شعبي هذه الارض بدمائه. فليوفر اليهود اذا ملايينه، واذا تمزقت امبراطوريته فانهم قد يستطيعون انئذ ان يحصلوا على فلسطين بلا ثمن، ولكن على أن تتمزق مسلسلة قبل ذلك. حاولوا الوسائل المتصلة تأثير على السلطان عبد الحميد، لكن الوقت كان أزف أو كان انتهى، واستطاع اليهود أن يتسلموا إلى فلسطين وأن يقيموا ريشون ليزيون، أول مستعمرة صهيونية في إسرائيل. محاضرنا الليلة أستاذ إلياس نصر الله هيروي لنا قصة قد تختلف مع مضمون الأحداث، ولكنها تختلف في الرؤية، بمعنى أننا نقرأ التاريخ على أنه مجرد أحداث متوالية في عهد كذا أو في عهد كذا أو في سنة كذا، ولكن السرد التاريخي يختلف أو يكمل، بلاش يختلف، عن السرد الشعبي أو السرد المجتمعي أو السرد المعايشة. فرق كبير أن تقرأ التاريخ بأحداثه العريضة، وفرق كبير أن تعيشه بنفسك وأن ترى التفاصيل على الأرض. وهذه هي رؤية الأستاذ إلياس نصر الله، وهذا هو الفرق. هو أصدر كتاب
شهادات على القرن الفلسطيني ومنه نسخ هنا يعني للبيع إذا كان في عد يهم. القرن الفلسطيني لأن التقسيم ساكس بيكو 1916 يمر القرن في 1916 وبعد بلفور 1917 ونحن الآن في 2017 قرن من الزمان. كان المطلوب في بداية هذا القرن أن تنتهي قضية فلسطين خاصة حين وصلت إلى قمتها في النكبة زي ما قلنا تعبير جندة مائير الشهير الكبار يموتون والصغار ينسون. ولكن أثبت الشعب الفلسطيني احنا أحيانا كثيرة بنضرب مثل بشعب فيتنام بدون أنا أتصور أن أعظم الشعوب قاطبة هو الشعب الفلسطيني لأن كم التضحية اللي بذلها يفوق تضحيات أي شعب. لأول مرة عرفنا احنا الاستعمار بشكل مباشر احتلال لكن ما عرفناش الطرد. إنك تقطع الصلة بالأرض وبين شعبها لكن دي حصلت فلسطين وشهد استعمار مزدوج استعمار البريطاني والاستعمار الصهيوني وكان عليه أن يدافع وكان مفروض بعد النكبة أن تناقش قضية فلسطين باعتبارها مشكلة لاجئين تحت الخيم مشكلة أو منظمة إغاثة اللاجئين. ولكن النهاردة أبرز حركة تحرر في العالم هي القضية الفلسطينية. أبو عمار كان أبرز قائد لحركة التحرر وما زال الشعب يواصل. يحدثنا الأستاذ إلياس نصر الله وهو صحفي فلسطيني عاش في الأرض المحتلة وعاصر والرؤية من الخارج. إحنا تعرضنا لحاجات كثيرة إيميل حبيبي والجائزة اللي خدها وهل الفلسطينيين في الداخل ما زالوا يتذكروا القضية وبعض يتصور أن إسرائيل دي قمة الديمقراطية وأن الشعب هناك في نوع من التسامح الشديد. تختلف الرؤية حال اللاجئين الفلسطيني حال الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة وكيف يقاوم سلطة مستبدة. إسرائيل لها ثلاث سكان ثلاث مستويات من السكان مش مستوى واحد. الشعب الفلسطيني طبعا في الآخر أنا مش عايز أستطر في الكلام لأن إحنا معنا كنز من الداخل يستطيع أن يروي لنا القصة من البدايات كيف كان الشعب الفلسطيني أبان الدولة العثمانية كيف كان الضباط الأتراك يتعاملوا معه ثم كيف صارت الأحداث من حكم الدولة العثمانية إلى الاستعمار البريطاني إلى الاستيطان الإسرائيلي. كتاب بالأساس فكرته كتاب كان كتابين كتاب يروي أحداث النكبة بالضبط وهي أحداث عاشتها عائلتي. كنت طفلا صغيرا وعشت في ظل الحكم العسكري الإسرائيلي بعد 48 ورويت في ما حصل لنا ليس فقط لعائلتي ما حصل للشعب الفلسطيني أو لذلك الجزء الصغير من الشعب الفلسطيني الذي نجح في البقاء في داخل فلسطين. وطبعا العرب العالم العربي نسيهم والناس ظنت انه هذه البقيه التي بقيت في داخل فلسطين تحت الحكم الاسرائيلي وطبعا عاشت مع الاسرائيليين ما كانش عندهم فكره في العالم العربي عن طبيعة الحياة التي عاشها الناس. طبعاً كان في كتابات كثيرة وتحليلات عن قضية فلسطين وعن الحكم العسكري وعن مصادرة الأراضي والظلم الذي مر على الفلسطينيين الذين بقيوا في داخل فلسطين.
لكن القصة الحقيقية لما حصل لهذه البقية الباقية من الفلسطينيين الذين لم يتجاوز عددهم عام 1948 ال 160 ألف نسمة، الآن هم 1,600,000 أو 1,500,000 ل 1,600,000، يعني نسبة تكاثر عالية جدا. وهذه نسبة التكاثر العالية هي جزء من المقاومة التلقائية لهذه المجموعة من الفلسطينيين. فأنا رويت بتفصيل شديد ما حدث للفلسطينيين داخل إسرائيل، خلينا نسميها بعد 48، وهذا هو الفصل الأول، الجزء الأول من الكتاب الذي كان من المفروض أن يكون كتاب منفصل، لكن شاءت الظروف أن تكون لي يعني أن تكون لي تجربة شوي مختلفة عن كثير من الناس، بأني انتقلت عام 67 رأساً بعد الاحتلال، رأساً بعد الاحتلال، يعني من الأيام الأولى بعد ما انتهت الحرب انتقلت للعيش في القدس، واحتكيت طبعاً بإخواني الفلسطينيين الذين جرى احتلالهم في 67، الذين لم يعيشوا في الظروف التي عشناها نحن. وعملت في القدس طبعا كنت أدرس في الجامعة، وكان لي علاقات مع كثير من الفلسطينيين، وكان لي نشاط سياسي من خلال الحزب الشيوعي، وعملت مع المحامية الشيوعية فيليتسيا لانجر التي دافعت عن الفدائيين الفلسطينيين وعن رجال المقاومة السياسية والمسلحة. ومن خلال عملي مع فيليتسيا لانجر شاهدت مدى صعوبة الحياة في ظل الاحتلال، وشاهدت صمود الناس. يعني في نقطة أستاذ الياس، أنا مش عايز أسمع استطراد، لكن كما اتفقنا أنه أصل حوار، حضرتك قلت اندمجت الحزب الشيوعي، لكن في كتابك أنت بتدي صورة أن الكفاح الفردي لم يكن يؤدي إلى نتيجة، لأن عملية التنظيمات داخل أرض المحتلة في عملية نضالية لابد أنك تنتمي، لأنك ما تقدرش تكافح لوحدك، وما تقدرش تناضل لوحدك، ولا ترفع صوت لوحدك، لابد أن تكون في إطار جماعة. هذه الجماعة تستطيع أن تخطط لشيء، تستطيع إذا أنت يعني تعثرت هم يسموك يساعدوك، يبقى في نوع من المؤازرة داخل التنظيم. فكرة الانتماء اللي جعلتك تدخل للحزب الشيوعي 19، يعني أنا أشرحها. هذه يعني أنا كنت بدي أحكي شوي عن الجزء الآخر من الكتاب اللي كان مفروض، أنا حكيت إنه الكتاب مفروض كان كتابين بالأساس. الكتاب الثاني هو تجربتي في فترة ما بعد 67 وعملي مع إخواني الفلسطينيين في داخل الأراضي المحتلة وبالذات في القدس. فأنا عملت في الصحافة الفلسطينية في القدس، وأنا كنت من مؤسسين عدة صحف، 3 صحف أنا اشتغلت كنت مؤسس فيها في القدس، في القدس العربية، وكان لي تجربة فريدة فيها وتجربة أليمة في نفس الوقت، لأني أنا شاهدت مثلا، أنا حكيت في فصل عن صاحب جريدة الفجر في القدس اسمه يوسف نصري نصر، فهذا يوسف نصر نصر كان فتح جريدة اسمها الفجر، وكان مرتبط مع منظمة التحرير سرا، لم يكن علنا
ارتباط مع منظمة التحرير، لكن طبعا توجهات الجريدة كانت واضحة أنها توجهات معادية للاحتلال، معادية لإعادة الضفة الغربية إلى الحكم الأردني، فلذلك جرى اختطافه واغتياله. فأنا لأول مرة رويت في فصل كامل قصة اختطافه واغتيال يوسف نصري نصر، وهي وثيقة أنا برأيي مهمة جدا، لأنها لها أبعاد سياسية ولها أبعاد مهنية، أن المعاناة التي عانتها الصحافة الفلسطينية في ظل الاحتلال، فأنا حكيت عن هاي التجربة. طبعا كان في قصص أخرى، وأنا انتقلت بعدين للعيش في بريطانيا هون، وعملت في الصحافة هون في بريطانيا، وكنت شاهد على أحداث كتير حتى في بريطانيا هون، منها من خلال عملي في الصحافة في جريدة الشرق الأوسط والحياة وغيرها، ومنها مثلا صداقتي مع ناجي العلي رسام الكاريكاتير الشهير الذي تم اغتياله. ناجي العلي اغتيل وهو في طريقه إلى بيتي، كان صديقي وكنا متفقين، كان بده أنه يفتح مجلة للكرتون عربية، وكان مقترح علي أني أنا أستلم الإنتاج، إنتاج المجلة، هو بيستلم التحرير والرسومات، وأنا بده حد يطبع له إياها ويضبط له إياها كمجلة. فطبعاً هذه أنا قصة ناجي العلي من القصص المثيرة التي تضمنها الكتاب، وقصص أخرى مثلا قصة جاسوس مصري اسمه أحمد عثمان. أحمد عثمان نظم عملية هروب من سجن شطة اللي هو يعني أصعب سجن فتحته إسرائيل، وأحمد عثمان نجحت العملية، هربوا 66 سجين كلهم عرب فلسطينيين بالأساس، ونجحوا بعبور الحدود إلى الضفة الغربية في الأردن. كان هذا الحكي في 59، كانت الضفة الغربية خاضعة للحكم الأردني، لكن للأسف لم يتمكن أحمد عثمان من الفرار، وألقي القبض عليه وجرت محاكمته في إسرائيل، ومكث في السجن إلى عام 1966، إلى أن تم تبديله، مصر بدلته مع إسرائيل، وجرى تعيينه كقنصل في سفارة مصر في الجزائر. وأنا كلفت أني أنا أكتب قصته في جريدة الشرق الأوسط، فالتقينا فيه حتى نشتري القصة تبعته، ولم نوفق لأسباب أنا شرحتها في الكتاب. لكن قصة أحمد عثمان أنا سمعتها منه، أنا رويت قصة الهروب لكن لم أروي قصة أحمد عثمان كاملة، لأنها هذه قصة هو رفض أنه يبيعها لأي جريدة، لأنه كان مفكر أنه يصدرها في كتاب أو يسووها فيلم، وأنا احترمت هذه الرغبة. لكن قصة الهروب أنا كتبتها مثل ما سمعتها ومن مصادر أخرى أنا اشتغلت عليها لما سويت الكتاب، فلذلك الكتاب هو مجموعة أنا سميته شهادات على القرن الفلسطيني الأول. هي ليست فقط شهاداتي، إنما هي شهادات أناس آخرين الذين سمعت شهاداتهم منهم وأوردتها بالتفصيل وحرف حرف، وهي شهادات دقيقة وفي شهود عليها الشهادات هاي، لأنه مش كتاب أنا استندت عليه بجيب الريفرنس تبعه من وين موجود، لا، أنا استندت على أشخاص حقيقيين بالاسم وبالتاريخ وبالتفاصيل كاملة. فالكتاب كان مجموعة أو عبارة عن كتابين، هو كتاب يروي قصة النكبة وقصص أخرى حصلت لاحقا. أرجع لموضوع تاني برضو عشان ناخد التسلسل،
في كتير جدا من الاتهامات تلقى زورا على الشعب الفلسطيني ان الشعب اللي بقى عربي. وديت يعني من بتبثها بعض القوى اللي عايزه تعمل فواصل ما بين الامه العربيه والشعب الفلسطيني باعتبار ان هو مسؤول عن الاصدقاء. يا ريت تدينا وانت اتكلمت عن بعض العائلات اللي كانت موجوده هناك وبيع الاراضي ومسبحه دير ياسين وتشكيل جيش الانقاذ فوز القروقجي. اوكي. يعني بالنسبه لبيع الاراضي اللي حكيته صحيح انه الحركه الصهيونيه مصدر الاخبار عن بيع الاراضي في فلسطين اللي بتناولوها الناس بشكل واسع مصدرها اسرائيل، وهي بتستهدف النفسيه العربيه والعقليه العربيه. يعني اذا الفلسطيني باع ارضه والله شو بقي شايف، لكن الحق الواقع ليس هكذا. ما حصل ان هناك تم صفقات بيع اراضي قام فيها البعض، وفلسطينيين وعرب، مش بس فلسطينيين، هي بالاساس بديات انه الحكم العثماني كان حكم شبه اقطاعي، وكانت الارض هي يعني المصدر او القاعده الاساسيه للاقتصاد. ما كانتش دوله، الدوله العثمانيه ما كانتش دوله صناعيه. فطبعا العثمانيين انتهجوا نظام انه يستقطعوا لجمع الضرائب، استقطعوا مناطق واسعة في العالم العربي بما في فلسطين، أعطوها يعني بدل ما إنه هن يبعثوا جيشهم عشان يحصل الضرائب، إجوا كلفوا ناس قالوا لهم اسمع إحنا نعطيك هاي المنطقة نسجلها على اسمك، إحنا بدنا منها مثلا 50,000 ليرة أو 100,000 اللي هو، وإنت حر دبر حالك. فطبعا كثير من الإقطاعيين بالأساس العرب، سوريين ولبنانيين وفي بعض الفلسطينيين اللي وافقوا واشتغلوا إقطاعيين، الأراضي سجلت على اسمهم مع إنها أراضي مش ملكهم، أراضي كانت الأراضي ملك للفلاحين الفلسطينيين، لكن الناس فهمت الموضوع إنه هذا الإقطاعي مش جاي يسرق الأرض، هو بده الضريبة، فتعاملوا معه وكانوا يدفعوا له الضريبة. هو الملتزم. بالضبط الملتزم. فاللي حصل انه لما سقط الحكم العثماني سقط النظام كله بما فيه النظام الاقتصادي. يعني الاقطاعيين اللي كانوا محميين اصلا هن ليش اقدموا وشقوا ووافقوا انه يكونوا اقطاعيين في فلسطين؟ لانه هن محميين من الباب العالي. فالباب العالي اذا يوم صار عندهم مشكله كان يبعث الجيش والجنود ويأدبوا الفلاحين عشان يطيعوا. اللي حصل انه بس سقط النظام الحكم العثماني واجوا الانجليز، الاقطاعيين شعروا انه انتهى دورهم، لكن الارض مسجله على اسمهم. ما صارش في تسجيل اراضي بسرعه في فلسطين، اخذ وقت تسجلت الاراضي بعدين على اسم الناس. عمليه الحركة الصهيونية استغلت انه هدول الاقطاعيين زي كيف بقول لك انه الفئران تكون اول من يهرب من السفينة الغارقة. فالاقطاعيين كانوا كالفئران الهاربة من السفينة العثمانية التي غرقت. فما حصل انه كان في مين يستناهم، الحركة الصهيونية جامعة مبالغ هائلة راصدينها وعاملين صناديق محضرة من أيام زمان، وكالة اليهودية وغيرها، فلذلك كانوا بنتظروهم. حتى بديوا يعني لما عمليات بيع الأراضي بديت في 1900، يعني 1901 تمت أول عملية بيع أرض للحركة الصهيونية في فلسطين، واللي باعها آل العظم في سوريا، وباعوا المطلي، هاي مدينة بلدة المطلي اللي هي على منابع نهر الأردن، فباعوها
ويوسف فايس اللي هو كان مدير الوكالة اليهودية واللي شروا الأرض بيكتب في مذكراته إنه لما انعقدوا الصفقة ودفعوا الفلوس اجوا للأهالي قالوا لهم اطلعوا خلص هاي الأرض إلنا. الأهالي قالوا شو الأرض لكم؟ هاي إلنا الأرض، صار في مشاكل. فنزلوا الوكالة اليهودية أخذت الاتفاقية مع آل العظم للمتصرف التركي اللي موجود في مدينة طبرية، قالوا له شوف احنا هدول تم احنا شغيلة هاي الأرض والجماعة بدهنش يطلعوا. فبعت قوة عسكرية، طبعا بيكونوا برطلوه برطلوا جنود، بعت قوة عسكرية أخلوا البلد بالقوة المطلة. فبيقول هو إنه سنين قعدوا أهل المطلة في الجبال حوالي المطلة، النساء والأطفال والعجز قاعدين في الجبال بنتظروا، قاعدين انتظروا طبعا ما فيش مين يساعدهم، مساكين طبعا. فهذه كانت، وهذه تمت على ايام مين؟ العثمانيين في 1900 1901. واستمرت عمليات البيع والشراء وتكاثرت بشكل فظيع في بداية العهد الاحتلال البريطاني لفلسطين. ففي بداية العهد الاحتلال البريطاني تمت أكبر عمليات بيع وشراء. طبعا اكتشفنا بعدين أنه في بعض الإقطاعيين الفلسطينيين باعوا كمان، شاف أنه الكل ببيع باع، لكن الفلاحين الفلسطينيين قاوموا، ومشهورة عمليات المقاومة، مقاومة الفلاحين الفلسطينيين لعمليات البيع، لأنه عمليا أرضهم أرض أبائهم وأجدادهم وراحت في جرد قلم. ف يعني قصة العفولي، العفولي هي اسمها بلدي فلسطيني في مرج من عامر، والبلدي بتملك يعني قطع من أخصب الأراضي يمكن في الشرق الأوسط مش بس في فلسطين، مرج بن عامر مشهور مرج بن عامر. فباعوها، وهذا انباعت أيام الإنجليز في العشرينات. أي عائلة؟ لا، الفولة كان اسمها العائلة. العائلة بتصور سرسو. سرسو؟ سرسو، عائلة لبنانية اسمها سرسو. ما ضلش عائلات لبنان كلها مسيحيين وأسلام، مش بس مسلمين، من كل معظم الطوائف. فخلصوا من ما عادش في عندي إمكانية يستمروا، وبعدين شغلي منحهم إياها الحكم العثماني، وإذا يطلع بإيدهم يطلعوا يعني أي ربح أي إشي جربوا وطلعوا أخذوا قبضوا من الحركة الصهيونية. في صفقات تمت في باريس، حتى في حكي إنه كانوا يلحقوهم على الكازينوهات في باريس ويشوفوا مين اللي بيخسر ويجي يقولوا له إحنا من دينك بس انضينا. ففي قصص كتير تروى على قضية عمليات بيع وشراء الأراضي. بس هي مش كانت بيع وشراء بس، يعني من ضمن الوسائل إنه كانت بترفع تحت الاحتلال او الانتداب البريطاني بترفع الضريبه، الفلاح ما بيقدرش يسد الضريبه اللي عليه فتصادر الارض. الجانب الثاني عمليات التنظيمات المسلحه الصهيونيه، البرماخ الجنزفاليوني اشتغل الى اخره، الهجمات كانوا بيحصروا بعض الاراضي ويضربوا الاهالي بحيث انهم يهاجروا ويطلع مرسوم يصادر، لان الارض ما لهاش صاحب تصادر. يعني هذه فترة لاحقة، هذا يفوت في تفاصيل الأساليب الصهيونية بعدين. الأساليب الصهيونية يعني لا حدث ولا حرج، أنا طبعا رويت عنها كثير في الكتاب، حكيت قصة آلي، قصة أرضنا كيف صودرت وكيف حافظنا على أي جزء بسيط منها. احنا بنملك عمليا عائلتي يعني بين ابوي وعمامي في قصه اليهودي، انت كاتبها قصه اليهودي اللي ابو مسعود اللي جاء على البيت هذا في القدس. دي قصه يعني راح الفلسطيني على ارض خدها واحد يهودي، مش ارض على البيت. انا يعني انا سكنت
هذه القصة قصة أبو مسعود في القدس، هاي هي قصة بيت في 48 لما سقطت القدس، قسم منها احتلوا الإسرائيليين وقسم ظل مع الأردن. طبعا القسم اللي احتلوه الإسرائيليين أفرغ عمليا من الفلسطينيين، لم يبقى في القدس الغربية التي احتلها الإسرائيليون سوى عدد قليل جدا من العائلات، قليل جدا. فأنا لما رحت في 67 عشان أتعلم في الجامعة ما كانش عندي مكان للسكن، ف استأجرت غرفة، كنت مشارك مع واحد أمريكاني كان ساكن في شقة وبده واحد يشاركه، فاشتركت أنا وياه. فيوم أنا قاعد في البيت دق الباب، هذا في القدس الغربية، فتحت الباب، كان واحد في الأول كان ينادي يا أبو مسعود يا أبو مسعود، بعرفش مين أبو مسعود، فيش عندنا أبو مسعود. بعدين دق على الباب، فتح قال لي أبو مسعود هون، قلت له لا ما فيش هون أبو مسعود، قال لي لا أبو مسعود كان ساكن هون، قلت له والله أنا ما أعرفش، قال لي قديش صرت ساكن هون؟ قلت له أسابيع قليلة، قال لي طلع هيك شفته عربي زلمة فلسطيني، فقلت له مين حضرتك؟ فقال لي أنا علي خلف، قلت له أهلا وسهلا تفضل تفضل تشرب فنجان قهوة، عرضت عليه يفوت يشرب فنجان قهوة، فات فصار يسألني عن أهلي وقال لي شو بتساوي هون؟ قلت له أنا طالب في الجامعة وجيت سكنت مع هذا الأمريكاني في البيت وهذا، فقام قال لي هذا بيتنا بيت أبوي. فأنا طبعا هذه صدمة العمر كانت بالنسبة لي، إن أنا ساكن في بيت لمسكين فلسطيني صف لاجئ، فكتير طبعا ضايقت، وهذا كان أحد الأسباب إني أنا دونت هذه التجربة أو هذه القصة في الكتاب، لأنه ما حصل مع لا يصدق مع الفلسطينيين صف لاجئ في القدس الشرقية وبيقدر شو يوصل لبيته، وبعد 67 إجا يشوف بيته مين لقى؟ لقى واحد يهودي مغربي اسمه أبو مسعود، استقبلوا أبو مسعود وفوتوا على البيت وكل هذا، سمع أبو مسعود إنه هذا البيت لواحد فلسطيني صف لاجئ، مرتحش أبو مسعود، قال له إحنا جابونا من المغرب في 60 أو 59 58 وسكنونا في هذا، سكنوني في هذا البيت، أعطوني إياه، ما خصوش يعني المغربي. لكن من الواضح إنه المغربي هذا شعر مش مرتاح ترك البيت، فعشان هيك فرغت الشقة أخذها هذا الطالب الأمريكي وأنا بالآخر فت معاه. فتصوروا إنه القدس الغربية يعني كان عدد اليهود فيها قليل جدا، حي أو حيين. القدس الغربية من ناحية المساحة مساحتها أكبر من القدس الشرقية اللي بقيت تحت الأردن، كل أملاكها كل منازلها أفرغت وكانت محتلة. وهذا البيت اللي أنا حكيت قصته هو مثل بس لآلاف المنازل العربية التي أصبح أصحابها لاجئون إما في فلسطين أو في الدول العربية أو حتى في المهاجر. يعني عشان الوقت في الستورات في قضايا كبيرة حدثت في الخارج، لكن انعكاس كان الداخلي أولا الحروب اللي حصلت 56 و67 انعكاس إيه على الداخل على الفلسطينيين؟ هل تم محاصرتهم على أساس إن دول يعتبروا يعني جزء يخاف منه؟ بس خلينا نتكلم عن النقاط عن الملف وبعدين، لأن أنت أيضا وصلتها محاضرة. العراقي في الدولة العثمانية لم تمنح الدولة العثمانية منصب لأي واحد في الدول اللي تحكمها تركيا. الأراضي مقسمة كذلك قانونيا، الأراضي الممنوحة باللازمة اللي هي لزراعة الكم أو شيء،
مواطنها، وإنما في هذا الحدود، في هذا التكييف القانوني للملكي ممنوعة باللزمة، وهي معناها أنك لك حق تتصرف اللي أخذت اللزمة، لكن الملك للدولة، والممنوعة والمفوضة بالطاعفو لك حق ربع الأرض وثلاثة أرباع للدولة، والموقوف واقف صحيح والموقوف غير صحيح. فأرجوك أن تعتمد هذا النص القانوني في التعامل مع الأراضي في الدولة العثمانية. شكرا. يعني أولا بديش أرجع على الموضوع، أنا يعني إنه مداخلتك أنا برأيي كتير مهمة، مهم الجانب القانوني فيها. لا لا فاهم، بس يعني الكلام اللي تفضلت انت فيه بنفيش وجود الاقطاعيين، انه كان في اقطاعيين وهدول الاقطاعيين كانت الارض مسجله على اساميهم وباعوا، انه كيف تسجلت اراضيهم على اساميهم الاراضي بعرفش انا، بس انه مش باع حق التصرف يا استاذ، ما بقول فيها حق التصرف، حق التصرف فقط، حق التصرف في الدولة العثمانية. فسر فسر هذا حق التصرف انه شراء ملكي، يعني حق التصرف ممكن انه صار فيه اساءة للتفسير، فتمت العملية في ظل حكم بريطاني، حكم بريطاني معني كان بتنفيذ وعد بلفور، فالانجليز جايين واجهوا مشكلة انه بدهم يعطوا اليهود اراضي، فحسب القانون اللي واضعينه هو قانون بريطاني بيقدروش يخاوزوا مثلا يعطوا اليهود وما يعطوش العرب، فصار في عندهم مشكلة شايف، فهني شجعوا الاقطاعيين هدول انه بيعوا وخلصوا، مش بس هيك، هني مثلا الكنيسة الارثوذكسية في فلسطين استغلوا في خلاف بين اليونان وبين العرب في الكنيسة الأرثوذكسية، فراحوا حرضوا اليونانيين وقالوا لهم بيعوا الأرض، بيعوا الأوقاف، باعوا جزء من الأوقاف الفلسطينية، هذا أوقاف للشعب الفلسطيني، واليونانيين جابوا لنا ياهل على فلسطين العثمانيين، جابوا لنا ياهل عنوة، وقاوم الشعب الفلسطيني، قاوم اليونانيين ولم يتمكن، وما زالوا إلى غاية اليوم اليونانيين بحكموا الكنيسة الأرثوذكسية في فلسطين، 100 رجل دين يوناني بحكموا كنيسة كاملة كلها عرب، وهدول بتصرفوا ببيعوا الآن. الكنيسة اللي هو مبنى البرلمان في إسرائيل مبني فوق أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية، فيعني شو بدي احكي لك؟ استاذ انا هذه الوقفيه لا تباع عالميا، لا تباع، تستبدل اذا هناك ضروره للنفع العام تستبدل، لا يجوز بيع هذه الوقفيه اطلاقا في كل العالم. هذا قضيه منتهين منها. مين يقدر يبيع هذه الوقفيه؟ هي الوقف اما لعيسى بن مريم او لمحمد. طيب احكي لك، مهمش بلاش نفوت مناظرات بيني وبينك، انا بحكي لك قصه واحده عن الوقف في 1872 او 73، اليهود في القدس صار عندهم مشكله، لانه معظم اليهود اللي في القدس كانت جاليه قديما بيجوا من اوروبا او من روسيا بيجوا يتعلموا دين، القدس كانت هي يعني مكان لتعليم الدين، فكانوا يجوا يتعلموا هناك، وكانوا ساكنين في احياء معينه في القدس، مشهور منهم حي اسمه 100 شعريم، يعني حي 100 بوابه، ما كانش في عندهم مقبره اليهود، فشو بدي ساووا؟ راحوا تشكوا، لا مش تشكوا، راحوا للاتراك قالوا لي يا عمي ما عندناش مقبره وين ندفن موتانا، فنرجوكم رتبوا لنا شيء. طبعا ما حداش بده يبيع ارض من الفلسطينيين، فراحت السلطات التركيه ضغطت على الاوقاف الاسلاميه انه تعطيهم ارض، وين؟ في جبل الزيتون، تعطيهم ارض مؤقتا، ضمنوهم من ارض ل 100 سنه من 1872 ل 1972،
لما انخلصت مدة 100 سنة اجوا الأوقاف الإسلامية في القدس قالوا لليهود يعني هاي احنا انتهت المدة وترجعوا لنا الأرض. فقالوا لهم شو اللي نرجع لكم الأرض؟ قال عند اليهود القبور بتصير مقدسة، فصارت هاي منطقة مقدسة لليهود فلا يمكن انه حدا يمسها، ممنوع تمسها، فخذ انت حسب القانون اللي بتحكي عليه رجع هاي شقفة الأرض للفلسطينيين. هذه وقف كانت وراحت منا من الفلسطينيين من لأنه كان في حكم تركي ظالم اللي هو جبر الأوقاف الفلسطينية إنه تأجر هاي الأرض لليهود. قصص ما لهاش نهاية. بس تباع لا تباع بس صار مكان مقدس، صارت مكان مقدس زي 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 حائط البراق. أشرت في بداية اللقاء إنه اللقاء ده غير نمطي، مش محاضرة مسترسلة، ده بناء على طلب المحاضر إنه يكون حوار. فأنت تدخلي تدخل متفق عليه مع المحاضر. إحنا راضين. لا الله يخليك. تسلم. خلاص الله عليك. كنت يعني أطمع أنك تسلط الضوء على قضايا كبيرة مرت بقضية فلسطين، يعني الحروب اللي تمت، موقعة الكرامة وكان أثرها إيه، يعني بعد النكبة وبدأ اللي حصل والتنظيمات المسلحة الصهيونية ماذا فعلت مع الفلسطينيين، ثورة 35 ومسبحة دير ياسين، قضايا يعني تشغل الرأي العام لكن الرؤية من الداخل مختلفة عما نقام. يعني أنا صحيح رغم أني مريت على كل هذه القضايا اللي ذكرها أمين، لكن بالنسبة للحروب أنا حكيت بالتفصيل عن حرب 48 وما جرى في خلال هذه الحرب، وحكيت بالتفصيل عن رؤيتنا أو انطباعاتنا أو عن شو بدك تسميها إنه تجربتنا في عام 56، حرب 56، إنه الناس بتقرأ عن كيف صار في مصر وعبد الناصر والجيش المصري، و 67 كذلك المثل، وحرب 73. أنا هذه الحروب الثلاثة أو الأربعة، أنا يعني كنت طفل في 48 ورويت ما حدثني به أهلي بالتفصيل وما حصل معنا في النكبة، وحكيت عن الكفاح المسلح الذي خاضه الفلسطينيون وهم لوحدهم قبل ما يدخل جيش الإنقاذ على فلسطين، وحتى بعد ما دخل جيش الإنقاذ، وللأسف جيش الإنقاذ لم يحقق للفلسطينيين أي شيء، بالعكس كانت الهزيمة أكبر. ووقعت النكبة في 56، أنا كان صار عمري 9 سنين، أنا عمليا واعي بالضبط حرب 56 وماذا حصل، كيف تعامل الفلسطينيون في الداخل مع حرب 56. فحرب 56 كانت تجربة كتير مهمة بالنسبة للفلسطينيين أنفسهم. أولاً حاولوا الإسرائيليين إنه يتبعوا نفس أسلوب المجازر اللي تبعوه في الماضي في 48، مجزرة دير ياسين وغيرها، نفذوا مجزرة اسمها مجزرة كفر قاسم في قرية فلسطينية وادعة، ورتبوا العملية ترتيب يعني جهنمي، إنه إجوا بيعرفوا إنه الناس بتطلع، الفلاحين بيطلعوا بيشتغلوا في الأرض، فمن بعد ما طلعوا الناس يشتغلوا في الأرض هم إجوا
على القرية وقالوا الساعة 4 في منع تجول. طيب الناس اللي في الأرض بيشتغلوا فلاحين ما عرفوش إنه في منع تجول، فنصبوا الرشاشات وانتظروهم وهم عائدين ورشوهم، قتلوا 57 واحد وجرحوا العشرات طبعا. فعملوها كان الهدف منها هو ترويع الفلسطينيين الذين نجحوا في البقاء في أرضهم، إنه مقبلة إنه بن غوريون قال إنه هدول مؤقت هنا بيجي يوم بيطلعوا زي الباقيين. فكان يخططوا، وهذه المذبحة في 56 جرت ضمن مخطط. طبعا الناس شعرت إنه في مخطط لترحيلهم، وهاي كفر قاسم هي شبيهة في دير ياسمين، لكن الناس لم تخاف وصمدت وتحدت الإسرائيليين. وأنا بذكر يعني أيام الحرب وكيف كان فرضوا علينا طبعا منع تجول وحكم عسكري، طبعا كنا تحته، بعدين تعتيم، ممنوع نضوي أضواء، ممنوع كذا، وجبروا الناس تغطي شبابيكها الأزاز، تطيب جرايد وراء عشان ما نبينش ضي. كانت يعني أيامها عصيبة، ودوريات في 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 الشوارع الدور في البلد. يعني أنا بتذكر إنه كانوا عندنا راديو في السيارة عند أبوي، فبقت تيجي الناس عشان تسمع الأخبار، يدحشوا حالهم ضعف عدد المقاعد اللي فيها، تكون الناس قاعدة فوق بعضها عشان تسمع نشرة الأخبار والتعليق تبع أحمد سعيد على نشرة الأخبار. فبذكر كيف شرطي إسرائيلي دق على الأزاز قال لهم شو بتساوي هون، جبرهم إنه يسكروا ويطلعوا يقعدوا في بيوت، منعهم إنه يسمعوا حتى نشرة الأخبار. فيعني هذه أنا رويتها حتى أفرجي الأجواء اللي عشناها في فترة الحرب. في 67 كانت تجربة ثانية، طبعاً تجربة أنا كتير مهمة تبعت 67، لأنه إسرائيل خدعت العالم في 67، هي صورت للعالم أنه هي مهددة بالقضاء عليها، واستشهدت بنقول إلى أحمد سعيد أنه هنيئا لك يا سمك البحر، قال لهم أحمد سعيد. فصاروا يكرروها كل يوم ويستصرخوا الضمير العالمي أنه العرب بده يذبحوهم وهم مخططين بالعكس. فطبعا الناس الفلسطينيين صدقوا إلى حد ما أنه هذا ممكن يصير، أنه العرب الله أوايا ممكن يعملوها. اليهود صدقوا أكثر لأنه خدعوا في إيش؟ في إيش الدعاء الإسرائيلي قال. فأنا شاهدت كيف اليهود لما ضربت صفارات الإنذار في مدينة حيفا، أنا شاهدت اليهود كانوا يغمى عليهم، يسقطوا في الشوارع من الخوف، لأنه كانوا واثقين من الدعاء الإسرائيلي إنه العرب جايين يقضوا عليهم. لكن كانت للأسف النتيجة لا شك. وطبعا تأثرنا في استقالة عبد الناصر، والناس رفضت الاستقالة. يعني طبعا احنا ما عندناش صوت ولا لنا دور في، لكن الناس كانت رافضة استقالة عبد الناصر وبدها عبد الناصر يستمر. وبعدين اجت حرب 73، انا كنت في القدس وكنت بشتغل في جريده اسمها الفجر، وانا يعني لا انسى ودونت هذا الكلام، دونته في الكتاب عن المشهد من داخل اسرائيل في حرب 73. وطبعا الطريقه التي تصرف فيها الاسرائيليين انهم خدعوا في الحرب بكل معنى كلمة، وفوجئوا، وعدد الضحايا كان كبير عندهم، وأنا شفت بعيني الجرحى
الإسرائيليين اللي صاروا يجيبوهم محكمينهم في معطيهم علاج أولي وعلى عكاكيز في الشوارع صرنا نشوفهم في القدس. فكل هذه المشاهدات أنا دونتها في الكتاب. الحقيقة الوقت بيجري، وصلنا الساعة 9. يعني هو كان المفروض وكان بيقول محاضرة كانت انتهت، فعملت الاستطراد في الأسئلة ممكن نشرك القاعة فيها، بس هو في قضايا كبيرة موجودة لم يتم التطرق إليها، بل هي مثلا قضية أوسلو، رأي السكان والفلسطينيين اللي في الداخل بالنسبة للموضوع ده إيه، لأنه ده حمل تحول في القضية الفلسطينية بشكل عام. قضية الكرامة ما تكلمش عنها بشكل معناها برضو كانت يعني بروز للعمل الفدائي بشكل عام، والمقاومة المسلحة ودي أول مرة تظهر وكلها دور. بعض القضايا زي إيميل حبيبي والجائزة اللي خدها، وهل يجوز للفلسطيني أن يأخذ جائزة إسرائيلية وإن أخذ، برضو عملت جدل كبير جدا حتى على الصحافة العربية في الخارج. دي قضايا بتركها لحضراتكم. ممكن الكتاب اضاف حاجه جديده بالنسبه للشعب الفلسطيني، كثير في حاجات مغيبه الكتاب، هذا يمكن اختصر ملخص هاي الحاجات المغيبه اللي موجوده فيه. استاذ الياس، انت قدمت كثير بهذا الكتاب وخلاصه خبرتك، بس اكيد في حاجه لم تقلها بهذا الكتاب، لو تسمح تقول لنا. صحيح، الكتاب كان أكبر حجماً من هيك، يعني أنا كان في كتير شغلات بدي أكتبها حتى كتب بعضها، لكن الناشرين لفتوا نظري إنه الكتاب عم بيطلع كبير زي ما أنت شايفه كبير، فقالوا لي بتبطل الناس تقراه، فإما بدك تعمله جزئين، وبعدين برضو لما بصير كتاب جزئين بصير في مشاكل في قضية التوزيع والشراء الكتاب، أو بدك تختصر. فأنا اضطريت فعلا في كثير من القصص التي لو تركتها لكان الكتاب هذا بوصل 1400 صفحة إن لم يكن أكثر. صحيح، فأنا كنت حريص كل الوقت إني أروي القصص كما هي بالتفصيل، لم أتدخل. يعني لما حدا حكالي أنا بحكي شهادتي موضوع آخر بحكيكوا إياه أو تقرأوها هو، لكن شهادات الآخرين كنت حريص إني أنا أدونها حرف بحرف ولم أتدخل فيها. إن تدخلت تدخلت باستعمال مصطلح معين أو كلمة أو قواعد أو شغلات من النوع، لكن أنا رويت القصة كما هي. أنا إحدى القصص التي أعجب بها كثير من الناس وتم الاتصال معي في ناس بدهم يساووا فيلم عنها، هي قصة إنه في 48 إحنا انقطعنا عن العالم العربي وعن الفلسطينيين، يعني إحنا صفينا 160 ألف فلسطيني قاعدين تحت حكم إسرائيلي والحدود مسكرة هيرمتيكلي مثل ما بيقولوا في الانجليزي، ما فيش طير ما بيقدرش يعبرها. طيب والناس اللي عنده مصالح واللي طبعا صف اهله في لبنان او في الاردن او في محل ثاني، صار في مشكله. تلاقي يعني ابوي مثلا، واحد من القصص هاي انه ابوي كان عنده أسهم في شركة مصارات قضي عليها، الإسرائيليين صادروها وأخذوها كلها، وبروي قصتها. أنا حاولوا المساهم، كانوا مساهمين كتار بشكل من أكبر شركات النقل كانت البصارات في فلسطين، وظل في بس 3 مساهمين أو 4 في 48، والباقي صفوا لاجئين معظمهم في لبنان. فحاولوا انه يحصلوا شيء من الاسرائيليين، لان لها اراضي، لها مباني، شركة البصرات لها عدد كبير من البصرات، يعني عندهم شقفة
قطعة الأرض اللي كانت ملك للشركة في حيفا على الميناء اليوم لا تقدر بثمن مليارات يمكن، أولاً كبير جداً وبعدين موقعها، فكل هذا راح طبعاً. صاروا يكتبوا مكاتيب يبعثوها للمساهمين الآخرين حتى يتنازلوا لهم عن حصصهم عشان يقدروا يحصلوا إشي، لأنه لما إجوا يعاقبوا قانونياً قالوا للإسرائيليين أنتوا أقلية، نحن ما نقدرش نتعامل مع أقلية، يعني الشركة خلاص الغالبية مشون وانتهى الموضوع. فحاولوا إنه يتفاهموا مع المساهمين اللي في الخارج. طب كيف بدي يتفاهموا معهم؟ طرق مسكرة. فأنا بذكر أنا بقيت طفل بقى أبوي يبعثني أفتش على واحد ساكن عندنا في البلد، هو من أهل البلد، كان يتسلل على لبنان يحمي المكاتيب للناس ويرجع مكاتيب. فأنا تذكرته وأنا أكتب الكتاب، وقيت بفكره حتى أنه توفى زلمي. فرحت وجدته ما زال طيب وذكرته صافي، يعني تسألش. فسألته أنا أنه شو اللي بقيت، شو بقيت روح تيجي على كيف بقيت، فبدي يحكي لي قصته. فأنا قصته هي أنا رويتها هون في الكتاب اللي الناس يعني كتير انسحرت فيها وبدي نسووها فيلم، يعني قصة فريدة في نوعها عن شخص غامر، لأنه كانت تقتل الناس الإسرائيلية، كانوا خايفين إنه اللاجئين اللي راحوا على لبنان على يرجعوا، فصاروا يستنوهم على الحدود ويرشوهم يقتلوهم بالعشرات وبالمئات. فكان يغامر ويقطع الحدود ويروح ياخذ المكاتيب يوديها على لبنان ويجيب مكاتيب اخرى هناك. حكى لي كل قصته، فقصته مذهل جدا من القصص التي يعني تروى. طبعا في كثير شغلات في قصته انا لم ارويها لاني اخذت المهم في الموضوع، وطبعا اللي رويته لوحده كافي انه يثير يعني مشاعر الناس وافكارها، حتى الناس تتصور كيف كانت الناس عايشه في هذيك الفتره. فانا بشعر اني انا اديت واجب مهم جدا بتسليط الضوء على هذا النوع. انا بتصور انه مش هو لوحده كان، انه كان في اخرين من بلاد اخرى اللي قاموا في هذا الدور، لكن لم يكتب أحد شيء عنهم. فكان عاملين بريد بكل معنى الكلمة. عنده مكان في بيروت في ساحة الحمراء، حلاق من بلدنا كان في ساحة الحمراء، كل الناس في لبنان بتعرف إنه هذا الحلاق اللي بده يودي مكتوب لفلسطين بيوصل له إياه. تروح الناس تحط المكاتيب عنده في ساحة الحمراء، يجي هذا جايب معاه مكاتيب طبعا، هو يعطيها يوصلها هذاك ويأخذ اللي عنده ويرجعها. فكانوا عاملين شبه بريد، وهذا يعني هذه شغلة كتير مهمة بالنسبة لتاريخنا، تاريخ فلسطين شو اللي صار. فيعني أنا خبيت شغلات مش لأني خبيتها، اختصرت على أساس إنه ما يملش القارئ. فسؤالك في محله طبعا في اشياء كثير، ان شاء الله تتاح لنا الظروف والفرص في المستقبل نحكيها. تفضل. الياس شكرا على المحاضره، هيا شكرا جزيلا. اضيف على سؤال اخي ابراهيم، لاي عقل او لاي فكر كتبت هذا الكتاب؟ هل كتبته للعقل او الفكر العربي او الفكر الاوروبي أو ربما الفكر الإسرائيلي أو العالم؟ ماذا كان في ذهنك حول هذا الكتاب؟ سؤال مهم طبعاً. أنا قد تستغرب، أولاً أردت أن أوثق ما حصل لنا بدون هذا لم يكن سؤالي. نعم؟ هذا لم يكن سؤالي. لا لا لا، أحكي لك أنا بعد راح أجاوبك. شايف؟ أنا أردت أن أوثق الأحداث التي مرت علينا.
أنا من تجربتي وعندي أقارب وعندي أولاد أخوي أولاد أختي أقارب آخرين وشباب فلسطينيين اللي عمرهم يعني عمرهم صغير ما مروا في التجارب اللي إحنا مرينا فيها، لم يشاهدوا الحروب، ناس خلقوا في الثمانينات والتسعينات، فبتقعد تحكي معهم عن إيش صار في 48 أو في 56 أو حرب 73، هذه سامع عنها شو معين الواحد مش عارفين يا أخي، لأنه أولاً نظام التعليم عندنا في فلسطين نظام تعليم حاطينه الإسرائيليين وهو نظام تجهيل مش تعليم بكل معنى الكلمة، فيش تاريخ عرب، فيش تاريخ فلسطين، بالعكس بعلموا تاريخ اليهود، إحنا مثلاً بعلموا في المدارس تاريخ اليهود للعرب يعني، شايف؟ تلاقي العرب بيعرف شو صار مع اليهود في روسيا وفي ألمانيا وبيعرف شو صار مع أهله في 48، شايف؟ فأنا قصدت أني أروي لهذا الجيل من الفلسطينيين الجيل الجديد تاريخ أبوه مش بس أجداده، تاريخ أبوه والتاريخ اللي مش لم تمر عليه سنين طويلة، فهذا كان جامد، فأنا كتبت بلغة عربية موجهة لهذا الجيل وبتفكير عربي محض بكل معنى الكلمة. كان عندي برضو موضوع آخر أني أنا فوجئت منذ أن جئت مثلي مثلكم كيف أنتوا أجيتوا على البلد، أنا أجيت في 79 وأجيت على أمل أني أنا بدأ عد سنة سنتين بعدين أرجع فلسطين، للأسف ما تمكناش وما زلت أنا مقيم هون. منذ أن جئت إلى بريطانيا بديش أقول بشكل يومي، أنا باستمرار أسبوعياً شهرياً اللي بدك إياه تلتقي مع ناس بسألهم منين أنت؟ تقول له من فلسطين، وين فلسطين هاي؟ بيعرفوش وين فلسطين يا أخي. بتقعد تحكي معها أشياء أخرى، بيعرفوش زوجتي بقينا نعرف عائلي، عزمونا في عندهم عرس، أنا رددت راحت زوجتي. العائلة طلعت من ديني وقعدوا بيصلوا مش عارف إيه، طيب أوكي زوجتي كانت قاعدة على جنب هيك، شافوها غير شكل عن الكل، إجوا يحكوا معها. بصلوا للمسيح ومريم العذراء والمسيح ومريم العذراء، طيب اوكي. فاجوا سالوها قالوا لها من وين انت؟ قالت لهم من فلسطين، قالوا ما بيعرفوش وين فلسطين. قالت لهم بتصلوا للمسيح هسه شوي. هاي زوجتي قاعده هون خليها تحكيكم. بيعرفوش، قالت لهم انا من الناصري اللي مريم العذراء حبلت بلا دنس حسب الانجيل في الناصره. ما انتوا بتصلوا لها للمسيح مش عارفين. بيعرفوش. فانا لما كتبت كنت قاصد اني اكتب انه هذا الكتاب يترجم حتى الغربيين هذول اللي بيعرفوش عن تاريخ فلسطين يعرفوا يا اخي عن تاريخ فلسطين. طبعا هذا سؤالي الثاني، هل ترجمته او ترجمته؟ صحيح عندنا طبعا تفكير لغايه هسه ترجمته لانه طلع كتاب كبير، كل الناشرين بخافوا بقول لك احنا انت ترجم وجيب لنا اياه، ترجم انا بدي ترجم هذا بدي 30,000 استرليني فمشكله. تفضل. استاذ الياس انا عايز اسال عن عرب 48. اوكي. انا سمعت ان في الاسرائيليين بيحاولوا ان هم يدخلوهم في الحكم، بيدوا العرب 48 مناصب بعد ما هم طبعا متجنسين بالجنسيه الاسرائيليه. فهل ده هيكون له تاثير كبير على القضيه الفلسطينيه؟ دي حاجه. السؤال الثاني، ايه علاقة عرب 48 وموقفهم مع المقاومة الفلسطينية لتحرير فلسطين؟ هل في أي أنشطة هم بيعملوها مع المقاومة ولا منعزلين تماما عن القضية الفلسطينية؟ اوكي شكرا. أول سؤال بالنسبة لل إنه دمج عرب إسرائيل في حكم إسرائيل، هذا لم يحدث ولن يحدث. يحدث بحال وحده ان اسرائيل تغيرت، وانا بشعر انه مش رح تتغير اسرائيل. اسرائيل دوله صهيونيه تقوم على اساس عنصري، هي تعتبر انه العرب دخلاء مش من اهل البلاد. ليبرمان أفيدور ليبرمان وزير الدفاع حضر في شهر 2 فبراير
حضر مؤتمر الإرهاب اللي عقد في برلين، بتصور انه بعد بتتذكروه، والناس ملتهية بتحكي عن إرهاب وداعش وكذا، وقف في المؤتمر أمام 52 وزير خارجي، قال لي إسرائيل دولة يهودية وعندنا عرب، بيحكي عنا عندنا عرب بداخل إسرائيل، هدول عاملين لنا مشكلة والحل هو إنه نزيحهم. الرجل بعده لغاية اليوم بيحكي إنه بدوش فلسطينيين، إحنا موجودين صار 1,600,000 بيعتبرنا إنه مش أهل البلاد يا أخي، إحنا بيعتبرنا محتلين، شايف؟ فأنا حكيت يعني من ضمن الأشياء اللي حكيتها، أنا ناقشت الحركة الصهيونية إنه فلسطين بالأساس كان فيها يهود وكان فيها غير يهود، كل عمرنا حتى التوراة بتحكي قصص كيف اليهود كانوا يتقاتلوا مع الفلسطينيين في داخل في 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 فلسطين. مش كل اللي عايشين في فلسطين كانوا يهود، هم كانوا قبائل موجودة في الضفة الغربية بالأساس حوالي القدس من منطقة الخليل إلى منطقة نابلس. إجا المسيح، لما إجا المسيح الناس اليهود بالأساس هن اللي تحولوا، صار في يهود مسيحيين، لكن بعد 300 سنة من مجيء المسيح صادف انه الدولة الرومانية الامبراطورية الرومانية جاء امبراطور اسمه قسطنطين واكتشف انه الديانة المسيحية بتناسبه فاعلن انه هو صار مسيحي قسطنطين، ففرض الديانة المسيحية على الامبراطورية، فالناس ارغمت على انها تتمسع تصير مسيحية، فقسم من اليهود تغير وصار مسيحي والقسم الآخر ضل. بعد 600 سنة إجا الإسلام، لما إجا الإسلام الإسلام حافظ على المسيحيين لأسباب يعني لأسباب موضوعية، إنه المسيحي كان حسب الديانة الإسلامية يدفع الجزية، أما المسلم فعليه أن يذهب للجهاد، لذلك المسيحي لم يكن مفروض فيه أنه يروح للحرب، فصاروا يدفعوا المسيحيين، فاكتشفوا الخلفاء أنه الخزائن عم تمتلي من الجزية، الجزية هاي بتشكل الدخل، فلذلك طبعاً بيحكوا الدعايات بتقول انه المسلمين ظلموا المسيحيين وجبروهم يغيروا دينهم، مش صحيح هذا الكلام. الخلفاء المسلمين كانوا يحافظوا على المسلمين على المسيحيين، اولا لانه حسب الدين الاسلامي المسيحي من اهل الكتاب وكانوا محترمين في الديانه الاسلاميه، ثانيا لانه شكل مصدر دخل للامبراطوريات الاسلاميه. فاللي حصل انه بعدين اجانا في عنا قصص كبيرة كيف صارت الناس في فلسطين كيف صاروا مسلمين، مش لانه اجبروا انه يصيروا مسلمين، فلسطين ضلت الغالبية فيها لألف وسبعمية وشوي، غالبية سكان فلسطين كانوا مسيحيين وتغيروا في 1800 وشوي الغالبية، قرى كاملة فلسطينية لانه اهل فلاحين في أيام حملة إبراهيم باشا اللي إجا فيها بلاد الشام، إبراهيم باشا جاي حارب تركيا أصلاً، لما راح حارب الوهابيين كان مدعوم من الباب العالي ومولوه، بس لما إجا على الشام ما كانش مدعوم من الباب العالي، ما كانش في حدا مول، فلجأ بفرض ضرائب على الناس، ضرائب على الفلاحين، فالفلاحين الفلسطينيين جدوا ما عندهم إمكانية، فراحوا للبطرك اليوناني اللي هو موجود أرثوذكسي، راحوا قالوا له كانوا في الماضي لو يصير في مشاكل الناس تلجأ للبطرك، فلجأوا للبطرك قالوا له الحق خلصنا ساعدنا، فالبطرك أصلا بتقاتل معهم لأنه العرب اليونانيين 30 فلسطيني،
فقال لهم البطل لا 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 دم روحاتي وما خصنيش. قالوا له ما فيش حل بدك تساعدنا. قال له لا مش راح اساعدكم. قالوا له بنسلم. قال له طلع انه مبسوط هو انه الناس تسلم لانه بخلص منها فيش ضغط يصير عليه. هذه الفتره فتره ابراهيم باشا شهدت تحول قرى كامله في فلسطين من المسيحيه الى الاسلام. لغايه اليوم في فلسطين في عنا عائلات نصها مسيحي نصها مسلم وهن اقرباء ومعروفين من بعض. لم يتم ذلك بضغط من فوق او من حاكم او كذا. تم نتيجه ظروف معينه. ف يعني هذه قضيه بدينا احنا نحن انا جواب على الجزء الثاني من السؤال علاقه عرب 48 بحركه المقاومه لتحرير فلسطين يعني هنوصل ليه في الاخير؟ هذه العراق علاقه عضويه اولا. اللي حصل انه عرب 48 هم من ال 48 هن بيقاوموا. الناس بتنسى انه المقاومة بديت في 48 وبديوها 160,000 اللي عايشين في إسرائيل. إحنا بديت المقاومة عندنا مساكين الفلسطينيين اللاجئين اللي موجودين في المخيمات ظلموا. المكتب الثاني اللبناني خلي هولا ابن بلدي هو عايش في لبنان خلي يحكي لكم مثلا شو صار في لبنان. لغاية اليوم اللبنانيين هن إذا حملوا سلاح حملوه بظروف يعني ما كانتش طبيعية أصلاً. وتأخر حمل السلاح تأخر تأجت المقاومة من هزمة من لبنان. على كل حال بالنسبة للفلسطينيين في 48 بديت المقاومة واختاروا العرب الفلسطينيين في داخل إسرائيل أن تكون مقاومتهم سياسية أولاً لعدة أسباب. السبب الأساسي هو أنه إذا بتساووا مقاومة مسلحة عددهم قليل. ثانيا مصادر السلاح مش متوفرة. الجوار كله معادي أو متواطئ ناش نقول نحكي المتواطئين كانوا يعني إذا الحكم الأردني أو حتى اللبنانيين أو فاروق نحكيش على سوريا. سوريا وضعها ثاني كان كليا. فلذلك مصادر السلاح ما كانتش متوفرة. فلذلك الناس طبعا بدها تقاوم لانه شايفين انه هاجمين الجماعه عليهم ما بدهمش اياهم في فلسطين. فقاوموا مقاومه بسموها المقاومه السياسيه. والمقاومه السياسيه هاي رغم انها بتطلع الواحد عليها انه مش مهمه لكن كثير كانت مهمه. لانه المقاومه السياسيه هاي رغم كل بساطتها ساعدت على بقاء الناس وصمودهم في ارضهم وكانت هذه اهم نقطه. فحتى يعني انا شايف مؤرخين فلسطينيين جداد اللي بيشتغلوا في مراكز الابحاث الفلسطينيه بيقولوا انه غلط حتى كان انه الفلسطينيين في 48 يحملوا سلاح. لانه لو حملوا سلاح لوفروا عذر لاسرائيل حتى تبعدهم حتى تطلعهم من داخل أراضيهم من وطنهم. فلذلك الناس قاومت مقاومة مسلحة. خلينا نحكي على شعر المقاومة. شو هو شعر المقاومة؟ اللي قال من أدب المقاومة. أدب المقاومة هو أدب الفلسطينيين الموجودين في داخل إسرائيل. 160,000 وأبنائهم عندهم كلهم من محمود درويش. امبارح طلع محمود درويش بعد طلع في 68 69 من داخل اسرائيل. سميح القاسم، توفيق زياد، سالم جبران، امين حبيبي، كل هدول رموز ادب المقاومه الفلسطينيه كلهم من ال 160,000 اللي انا حكيت عنهم. فلذلك هاي قضيه انه هن جزء من المقاومه الفلسطينيه. لكن مثلهم يعني دورهم بيشوفوا دورهم انه بيختلف عن دور الفلسطيني اللي موجود مثلا في سوريا او في لبنان او في الاردن. يعني مثلا الفلسطيني اللي موجود في امريكا مثلا ادوار سعيد
حدا بيقدر يحكي انه ادوار سعيد ما كانش مقاوم لقضية فلسطين، ما اشتغلش لقضية فلسطين؟ ام اللي عنده ادوار سعيد قلائل اللي عنده؟ طب ادوار سعيد كان عايش في امريكا، طب افرض انه ادوار سعيد حمل البندقية في امريكا وراح اوس على البيت الابيض او كذا، كان بيخدم قضية فلسطين؟ فلذلك الموقع يحدد الدور، وهذا ما حصل مع 48. اهم من كل شيء كان انه احنا نحافظ على بقائنا وجودنا، وحافظنا عليه، حافظنا عليه لدرجه انه ليبرمان بيحكي للعالم انه متضايق منا، ايه طق اللي بده اياه يسوي، الناس قاعده مش راح تطلع. وتعلمنا الفلسطينيين اللي في 48 حتى اللي في غزه هدموها فوق راس الناس، الناس لم تتحرك، كانوا يعني في خوف في مصر انه والله بجوز يدفعوهم للفلسطينيين يجوا على غزة على سيناء او كذا، ما طلعتش الناس، بدهاش تطلع، قاعده تحت الدوام. فالناس صامده انه تعلمت درس، اللي صار معنا في 48 مش بسيط وكان درس قاسي، والناس تعلمت منه وبدها تضل صامده وقاعده. في عندهم مشكله، احنا عدد سكان فلسطيني اليوم هم عندهم 5 ملايين واحنا عندنا 5 ملايين في داخل فلسطين، احنا وياهم نفس الشيء من ناحيه العدد. جاي ايام جاي، انا بعرف شو راح يصير بعدين، شايف؟ بس بتصور. ياس، انا بحييك على هذا الكتاب المقاوم، يعني هذا الكتاب من كتب المقاومه، عمل من اعمال المقاومه، لانك بتسجل في معاناه الشعب وقصه كفاح الشعب الفلسطيني. انا بس عايز اخرج من السؤال اللي اتسال قبل كده اللي ما اتقالش، انه على قد ما بنشوف قد كده تجارب مريره مر بيها الشعب الفلسطيني، بس دايما الواحد بيسال حاجتين. مثلا لما السلطان عبد الحميد طلبوا منه انه يبيع لهم فلسطين وما رضيش، هم استمروا في المؤامره بتاعتهم وما حصلش تنبه لمكافحه او مقاومه هذه المؤامره بشكل سيستماتيك بشكل منظم، بحيث ان يبقى في تشكيل وقياده. وده بيجريني برضو انه رغم كل السنوات الطويله دي ما ظهرتش مقاومة يعني بشكل منظم إلا في سنة 64، أستاذ أمين يمكن يصلحني في لما ظهرت منظمة التحرير 65 لما ظهر ياسر عرفات، وده كان حتى بدعم من خارج فلسطين، بدعم من مصر يعني لما صح ساعدوا. لكن ليه ما ظهرتش رغم كل المعاناة الطويلة دي؟ كتابك مليء بالقصص دي، ليه الشعب الفلسطيني ما افرزش قياده وحركه منظمه ضد هذا؟ ليه ما حصلتش ايام السلطان عبد الحميد؟ وليه ما حصلتش بعد كده؟ السؤال طبعا وجيه، لكن الكلام مش دقيق. يعني كان في مقاومه فلسطينيه كل الوقت، يعني حتى ايام الاتراك. يعني انا شايف في كثير باحثين فلسطينيين راحوا بحبشوا في تركيا وجابوا مثلا المبعوثين الفلسطينيين اللي كانوا يروحوا على الباب العالي، شايف الاسماء خالدي ونشاشيبي وكذا واحد، شايف اللي كانوا يمثلوا فلسطين في الباب العالي، فكانوا رافعين صوتهم وكانوا يصيحوا ضد المشروع الصهيوني من 1890 وفوق، شايف. فانه في مكان معين الناس ما كانتش مقتنعة انه المشروع الصهيوني هذا ينجح. طبعا انا بلومش بس الفلسطينيين، مثلا على فكرة عدم الاقتناع كان مش بس عند الفلسطينيين، اليهود نفسهم ما كانوش مقتنعين بالمشروع. يعني اقرأ مذكرة، انا قريت مذكرات هرتزل، فهرتزل بيحكي عن المشاكل اللي بواجهها، بيحكي عن مشاكله مع اليهود. اولا المتدينين كانوا ضد، ولغايه اليوم في قسم كبير من المتدينين اللي احنا بنعرفهم في بسموهم نيتوري كارتا، بنشوفهم في المظاهرات بيوقفوا معنا هون، شايف ناس متدينين، وهدول مش قلال، الاف عشرات الالاف، هدول بيامنوش في اسرائيل. هذا بقول لك اسرائيل اقيمت ضد النبوءات وضد الكتب السماويه. اسرائيل بتقوم لما بيجي المسيح، ف
فالمسيح بعد ما جاش وإقامة الدولة هذا بعكس النبوة، فلذلك هن ضدها، لا يعترفوا فيها، لا يتكلموا باللغة العبرية لأنه اللغة العبرية لغة الكتاب المقدس، ممنوع أنك تحكي بالعبراني. أنا حكيت قصة هون أني أنا التقيت مع زعيمهم بالصدفة، إجا يزورنا في الجريدة اللي كنت أشتغل فيها، فأنا انبسطت أنه والله جايين يزورونا وكذا، جايين يحيونا الجماعة، صرت أحكي معه بالعبري أنا، لأني أنا بعرف عبري، متعلم وإحنا صغار وعلمونا عبري، فأنا أحكي في العبري، جاوبني في الإنجليزي الزلمة. أول مرة تاني مرة بعدين سألته قلت له يا أخي أنا بتفهمش، أنا أنت فاهم علي ليش بتجاوبني في الإنجليزي؟ قال لي تعرف التوراة العبري هذه لغة التوراة، هذه لغة الصلاة، لغة إنه نخاطب ربنا، هذا بصيرش نحكي فيها بالجهل. فخجلني أنا، ما عرفت شو بدي أجاوبه، شايف؟ فهدول أحد المشاكل اللي كان يواجهها هرتزل وواجهتها الحركة الصهيونية، هو المؤسسة الدينية، وطوعوها بالقتل، قتلوا الزعيم اسمه يعقوب دهام، قتلوه في القدس، واعتبروه انه خاين وعميل للحج امين حسيني، لانه زلمة الحج امين بالضبط كانت صديق للحج امين، شيء طوعوه. فهم ما كانوش واثقين، كان هرتزل يعني مات وهو يبكي انه المشروع تبعه انتهى. طبعا المشروع تبعه ما انتهاش، ليش؟ لانه في قوة اكبر من اليهود ومن الحركة الصهيونية يعني في المشروع. يعني وعد بالفور في 1917 ما اجاش بالصدفة في 1917، هم بخططوا. يعني بالنسبة للإنجليز طبعا في حكي انه الفرنسويين فكروا في إقامة وطن لليهود وكذا في فلسطين وقصص من هالنوع، بس انه هن الانجليز لما فتحت قناة السويس سنة 1856 جرى البحث، وهاي الوثائق موجودة، جرى البحث انه احنا بعاد عن قناة السويس وهذه بدها تكون شريان حياة بالنسبة لنا، طب مين بحميها؟ طبعا اتفاهموا هن والفرنسويين تكون شركة فرنسوية وإنجليزية مشتركة على أساس إنه يتقاسموا حمايتها، لكن حتى الفرنسوي بعد نابليون ما قدرش يساوي إشي في مصر وانسحب، وأنتوا عارفين حملة نابليون شو صار فيها، فصاروا يفكروا بطريقة لحماية قناة السويس، والحل كان إنه يقيموا حارس يحطوه في المنطقة، وإسرائيل هي الحارس الذي تم التفكير به، فأقيمت إسرائيل بناء على مشروع لحماية قناة السويس، لأنه ما كانش في طيارات، ما كانش في الاتصال بين العالم بين أطباعي غير السفن. الهند اللي بتجيب السلة الغذائية تبع بريطانيا من الهند، شايفون أستراليا، طب هاي التبقيم اللي حافظوا عليها الإنجليز، إذن بدهن حدا يحرس هذه القناة، فكانت إسرائيل هذا المشروع الصهيوني كان. فالمشروع الصهيوني أكبر حتى من اليهود، فاليهود نفسهم يعني هو لما راح على المؤتمر في بازل، ارجع شوف وثائق تبع مؤتمر بازل، الجماعة وقفوا له قالوا له هذا حكي مش راح يزبط، وبعدين ما دام أوكي بدكم تساووا مشروع لليهود خلينا نسويه في محل ثاني، اللي حكى على أوغندا واللي حكى على الأرجنتين، كل واحد صار يحكي لأنه كانوا هم مش واثقين، مش بس إحنا كنا مش واثقين، هم كانوا أكثر مش واثقين في إنه هذا المشروع بزبط. فلذلك المقاومة اللي أنت بتحكي عليها لم تبدأ صحيح بشكل في الوقت المبكر هذا، كان في محاولات. أنا على فكرة اليوم بالذات اسمعني، اليوم بالذات صدر عدد مجلة اسمها الطريق فصلية تصدر في بيروت، أنا كاتب فيها موضوع شايف عن أول محاولة للمقاومة المسلحة جرت في فلسطين سنة 1921، مش راح أحكي لكم إياها لأنه طويل، بحث طويل عليه، بحث موثق لأنه عندي وثائق أنا كتبتها بناء على وثائق، شايف صدر اليوم في لبنان. ففي 1921 جرت محاولة لتنظيم مقاومة مسلحة فلسطينية ضد البريطانيين وضد الحركة الصهيونية
لكن أفشلوها الإنجليز طبعا بمساعدة الهاشميين، بمساعدة الأمير عبد الله، كان ما كانش ملك وقتها، الأمير عبد الله ابن الشريف حسين، والشخص اللي كان قائم في العملية قتل اغتيل، كان رايح يجيب سلاح من وين؟ من الوهابيين من النجد، فسبقوا له على الطريق وقتلوه. شايف؟ فالمحاولات موجودة. بعدين قامت المقاومة المسلحة الفلسطينية، قامت في الثلاثينات سنة 36، ثورة 36 مشهورة، من أكبر الإضرابات في التاريخ، يعني يمكن حتى بعرفش إذا في العالم زيه، إضراب اسمه إضراب 36. فلسطين أضربت عن بكرة أبيها، وتدخل الحكام العرب عند الحاج أمين قالوا مشان نحيي بس ايش فيك الإضراب وتخفش، وعدونا الإنجليز. طبعا هو كان فاهم إنه عم بيضحكوا عليه، وفكر إنه يتعامل معهم، وفعلا ألغوا الإضراب. بس كان في مقاومة مسلحة فلسطينية، وأنا حكيت عن أبوي كان في له دور فيها، في هذه المقاومة المسلحة أنا رويتها. شايف؟ وطبعا اجت فترة النكبة اللي هي فعلا قضت على كل، يعني قضت على المجتمع المدني الفلسطيني، قضت على التنظيمات الموجودة، يعني الأحزاب اللي كان في بحدود كأنه 20 حزب في فلسطين، توقفوا كلهم عن الوجود، بطل لهم وجود، ضل في شخص الحاج أمين لاجئ سياسي في لبنان. فتدريجيا بدأت تتجمع حالها الناس، ففي 64 بمساعدة عبد الناصر تم تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية، وهو عمل أكبر، عبد الناصر له فضل كبير علينا احنا على فلسطين. صحيح يعني في كثير كلام بيحكي، تطلع تحكي الناس كثير شغلات عن عبد الناصر، اللي مش مبسوط من التأمين، واللي مش عارف ايش كذا سوا، كل هذا في النهاية إذا بتطلع أنت على المحصلة التاريخية، ما سواه عبد الناصر كان هائل جدا بالنسبة لمصر وبالنسبة لفلسطين. نشكر الأستاذ الياس نصرله على هذا الحضور وهذا الصراع في المعلومات التي أفادتنا كثيرا. شكرا لكم.